فيكم. أهلا وسهلا منعم الشريعة، رئيس جمعية المواطنة والتعاون بصيادة. رحبوا بضيوفنا الكرام ويعطيكم الصحة، حضور شرفنا برشا. اليوم عملنا اليوم الصحي المجاني في دورته الخامسة، كان حضور إيجابي للمواطنين والحمد لله، ودكاترة بارك الله فيهم، وإطار شبه طبي يعطيهم الصحة بارك الله فيهم، كل عملوا مجهود طيب. كان حضور عند عديد اختصاصات الأطباء، موجود طب عام، موجود طب الأمراض الصدرية، طب الأمراض الجلدية، ليلام صلاح، طب المفاصل والبرد، طب الكلى والمجاري البولية، طب الأسنان، وبارك الله فيهم كل حضر وشرفونا. عندنا مخبر تحاليل سويسي بارك الله فيه عاون معنا. عندنا جدا لوكال تاع بيع المواد الطبية وشبه الطبية في أنور بوغيلا عاوننا. خصوصا الممرضين بارك الله فيهم الاستقبال ويعطيهم الصحة، من سي عبد الحكيم الجلاد، سي جمال الشريعة، المدام روضة السويسي، الكل خيان، كل يعطيهم الصحة. كان يوم طيب جدا والحمد لله، ناس كل كيف فرحانة والحمد لله. جلال وي، تحكينا شوية على الأكسيون تاع اليوم. لله الله محمد رسول الله. عندنا اليوم الصحي اللي قاعدين نقوموا به كاد يكون سنويا، الحمد لله خامس دورة. وكما كنت تلاحظ يعني الحمد لله كان عندنا إقبال لا بأس به، ونحاول احنا ان شاء الله بس نرضيو اكثر ما يمكن عدد من المواطنين، ونقربوا لهم الخدمه دي اللي هي في الحقيقه مش سهل باش ياخذ مثلا موعد نتاع طبيب جلديه ولا كذا. الحمد لله باليوم هذا يعني يتمكنوا باش نجموا يعديوا في الاختصاصات يعني في وقت وجيز جدا. باهي منعم، انتم شنو برنامجكم؟ انا اسكو باش تعاودوها الوحده دي مره اخرى ولا كيفاش تعملوا بالضبط؟ نطورها تو باذن الله، المره الجايه نطورها شنو اليوم نتقلوا سير بلاس العائلات المعوزه الا في الصياده والا ما يجوش يعديوا، شنو نخصوا لهم طبيب خاص بهم يمشي ويعديوا عنده. اذا كانوا في الدار مهاقين يتنقل الطبيب على حسابنا الخاص، حساب الجمعيه يتنقل ويمشي متها. احنا باش تعملوا سيستم قافله، يعطيك الصحه قافله، لكن انت كل حد ولا نوعيه الطبيب اللي يمشي له للدار، طبيب الاعراض الصدريه يمشي له بس نوليو كلها اختصاصي. يعطيك الصحه اختصاصي، والادويه علينا بحول الله، واللي نجموا نعاونوا به ان شاء الله. يعطيك الصحه.